الله وبركاته. كنت أدرس في جامعة الإمام، هذا طبع المسجد، هذه غرفتي، هذه غرفة صالح مجرشي. طبعا هذه كل أبوها شقق غرف الزملانة. هنا عبد الله الغامدي، هناك كانوا الجماعة، ناس من الجماعة هناك، هناك ذياب الظفيري. هذا المكان كنا نلعب فيه طائرة عام 1423، ما تغير فيه شيء، 23 سنة زي ما هو.
والله العظيم ما تقول والله ما يد اسمع تقول وين مكانكم؟ اسمع اسمع احنا كنا ساكن انا وبهاج كنا كنت ساكنين هنا انا كنت ساكن انا وبهاج صل عني ساكن هنا صح؟ ايه ها؟ الله يا اخي ما تسعودك يا اخوي انا على على على, على ابو انت كنت تدرس الجامعه وقتها انا ما انت كنت معنا هنا اقسم بالله زدت تتعودها يا يعني. والله العظيم ما تقولها والله ما يدري انت الحزن في قلبي ودمعك وسط عيني الا يا مطول صبري انت الحزن في قلبي ودمعك وسط عيني الا يا مطول صبري انت الحزن في قلبي سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير صبحت بالخير وجه الخير مرحبا محمد يا مرحبا ما يسعد تبقى وتحيا وش حال حياك الله مرحبا هاج مرحبا يا الشيخ تبقى وتحيا الله يصبحك بالخير صبحك بالنور صباح اليوم حقه من جد الان عندك بث طيبه بث لا اللي تبيه انت انا تحتم لا بث بث ولا غير اللي تبيه يا مرحبا ومسهلا مرحبا يا ابو سعد تبقى وتحيا يا مرحبا يا الله ابو سعد الله يبقيكم يلا حي صبحت بالخير صبح النور رجلي وراك وش عندك الله يعينك علي تبع عند الدكان من يخبر لي صاص يا نشامة يا هالبيشة فزعونا بصاص وفلوسه مقدم من ذا الحين بكاش والله لا جيبها من ذا الحين هذه يا أخوان قبل 40 سنة هذه يا أخوان قبل 40 سنة كنت ساكن هنا أنا وبهاج كانت هذه غرفة بهاج الله يسني كنت أدرس في الجامعة في الحسا كانت هذه غرفة بهاج أيام حلوة حبيت أذكركم بالأيام هذه